في لغز في الذهب بينزل في العالم كله وبيطلع في مصر. ومش بينزل عادي، ده بينزل وينزل وينزل، والكلام على ال 1600 وحاجة ده، يعني 1670 1660، ففي ناس بتتكلم على انه لو جاب ال 1600 ياخد وينزل. طيب ليه عندنا الجرام بيزيد؟ ليه عندنا الجنيه بيزيد؟ طيب السؤال التاني، هل ده ممكن يهدد الاستثمار في الذهب؟ لانه طبعا سعره بيزيد، وانا لما اجي ابيعه هتيجي تقول لي انا ببيعه مش عارف ازاي ولا هيعمل ايه. طيب وانا لما اجي اشتري ذهب ابقى اشتريه من بره بقى عشان اشتريه رخيص ولا مش؟ محدش فاهم حاجه. الاستاذ هاني ميلاد رئيس الشعبه العامه للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجاريه، اهلا بيك استاذ هاني. اهلا بيك يا استاذ عمرو. اوطى سعر للذهب من سنه 2020، ايه الحكايه؟ شهدنا كل المتغيرات اللي ممكن نواجهها في حقبة صغيرة جدا، ما بين ارتفاعات غير مسبوقة وقت الكورونا لغاية انخفاضات في ظروف الحرب أو ارتفاعات في الحرب، وحاليا في ضغوط قوية جدا من الفدرالي الأمريكي اللي بيعافر وبيقوم جدا التضخم اللي حاصل واللي بيضغط بدوره على سعر الذهب ضغط غير عادي غير مسبوق، وده اللي بنشاهده احنا على المستوى العالمي في انخفاضات في الأسعار. واعتقد ان احنا برضو بنشاهد ده قبل معاد انعقاد الفدرالي او البنك المركزي عموما، بنشاهد لانه بيبقى متوقع لانه حدوث زيادة في أسعار الفايدة على الدولار، وبالتالي بنشهد ضغوط قوية على سعر الذهب. جميل، خليه بره ينزل زي ما ينزل، في مصر بقى بيزيد ليه؟ في مصر بيزيد ليه؟ لأنه النهاردة مفيش عرض للبيع برغم انخفاضه. يعني احنا في الأحوال العادية لما سعر الذهب ينخفض بنلاقي عرض للمبيعات قوي جدا، انما اللي بنشاهده الوقت ده ان مفيش معروض للبيع، يعني مفيش حد مقتنع للذهب موجود على المستوى المحلي بيقدر النهارده يبقى عنده الجرأه انه يفرط في الذهب اللي في ايديه، نتيجه لانه برضه شايف ان الوضع متأزم وانه مازال وسيظل ملاذ آمن. يعني انت عايز تقول لي انه الذهب شح في السوق؟ يعني مفيش معروض، الطلب مازال عليه برغم سعره، الطلب مازال عليه اعلى من المعروض للبيع. طب انا ايه اللي خليني اشتريه هنا اغلى من بره؟ ما حضرتك هتروح تشتريه بكام من بره؟ وهو للاسف برضو احنا ما احناش عارفين نستورده من بره، لان هو برضو انقطعت نسبيا العلاقه ما بين السوق. لا اشتري ورق، مش لازم اشتري يعني بالمحسوس، يعني اشتري ورقي. انت هتشتري ورق برضو انت معرض بره، لان انت ممكن تخسر وتكسب، اذا انت بتراهن على حاجه انت ما بتقتنيهاش. واحنا زي ما احنا اتفقنا الذهب مخزون قيمة واستثمار طويل الأمد. اللي حضرتك بتوصفه ده دي طريقة تانية لمحاولة مثلا للكسب أو للخسارة، ولكن احنا خلينا بنتكلم في العموم، عموم الناس كلها. النهاردة ما حدش بيبيع ذهب اللي معاه، وأنا طب انت النهاردة بتبيعوا أكتر مثلا من الشهر اللي فات ولا أقل مثلا؟ مازال الطلب تقريبا يعني ممكن نقول متزايد، بس هو مش طلب برضو على المشغولات بقدر ما هو طلب برضو على السبائك والجنيهات. يعني الناس بتشتري جنيهات وسبائك اكتر من المشغول بقى، لان هو مش عايز يتورط في مصنعية. يعني هو بيحتفظ بقيمة بالنقد اللي موجود معاه وبيحتفظ بيه في صورة ده. طب هو الجنيه جورج زاد بعد ما الملكة ماتت ولا زي ما هو؟ حاليا سعر الجنيه 9200،
وانا كنت نصحت حضرتك على فكره في اخر مداخله ان انت تشتريه بسبعه ونص او بثمانيه. يا ريتني كنت سمعت الكلام واشتريته بسبعه وبثمانيه دلوقتي. يعني هو دلوقتي النهارده بثمانيه حاجه وبثمانيه 800 او 700 يعني بالحاجات الثانيه دي يجيب تسعه. يتخطى 9000. يجيب تسعه دلوقتي واكتر. والله انا فاكر من كام سنه قريب لما وصل 2000 جنيه قلت معقوله الواحد يشتري الجنيه ده ب 2000 جنيه؟ دلوقتي بقى بتسعه. واعتقد انه في وقت وقريب جدا لما هيخف الضغط بتاع ارتفاعات الدولار والضغط اللي على الفدرالي لدعمه للدولار وقت ده ابتدى يقل شويه هنشاهد تاني عودة لأسعار الذهب لما سبق لل 2000 دولار تاني. على العموم أنت دايما بتقول لنا وأنا ده رأيي إنه الذهب مش مضاربة. الذهب مش زي الأسهم. الذهب لونج تيرم دايما. تمام. يعني محدش هيشتري ذهب ويروح يبيعه تاني يوم وتالت يوم. اللي بيجيب جنيهات ذهب أو بيجيب سبايك ده بيشيلها حتى بيشيلها للعيال يعني. وهو برضه زي ما حضرتك بتعرض ده الاستثمار في العقار. احنا برضو بنقول انه مازال الذهب مخزون قيمة ومازال قابل للاستثمار برغم الضغوط اللي موجودة عليه حاليا. بس انا يعني رأيي انه كل ما هيزيد قوي كده ما يعني الناس هتخاف يعني تشتري. ما هو يعني لغاية يعني انا هشتري الجنيه ب10000 جنيه خلاص يعني يبقى هيجيب كام بعد كده؟ ما هو ده اللي احنا طول عمرنا كنا بنشاهده. احنا لما وصل مثلا من زمان سعر الذهب ل 100 جنيه يا 100 جنيه الجرام مين هيشتريه ب 100؟ ولما وصل 500 قلنا يا مين هيشتريه ب 500؟ النهارده بيتخطى ال 1000 و 1000 وشويه وهي دي طبيعه الحياه وطبيعه المعدن النفيس وطبيعه العملات. يعني العملات اللي ممكن قيمها الشرائية تنخفض. أكيد. أستاذ هاني ميلاد بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة.